استاذ عصام اخد رايك برضو في الموضوع ده سريع. شوف يا كابتن، الحقيقه ان احنا نتعامل مع المنطق بالعنوان الدائم الذكر واللي لازم يبقى عنوان مستمر. أي. مصر الجديده. أي. مصر الجديده في كل مناحي الحياه الان تمر بتجربه بانت جدا ان احنا فعلا نسخه دوليه حقيقيه. أي. الحقيقه انا مش عارف يعني علشان ايه اهل المحتوى طول الوقت عايزين حد يفكر لهم، طول الوقت يروح يعرض على الامن قبل جائحه كورونا واثناءها كمان، انه يقول له ايه والله يا فندم عايزين ناخد الناس الملعب بس الدنيا الله يكون في عونكم، بس حضرتك الظروف صعبه واحنا عارفين جهدكم. فيقول له يعني حضرتك عايز كام؟ عايز جمهور؟ يقول له والله احنا يعني عشان بس. طب انت بقى حضرتك يا استاذ عصام في النهايه هو الجمهور هو اساس كل شيء يعني. كابتن ما انا بقول لحضرتك انت اصلا انا اسف يعني. ايوه. الدوله قدمت المشروع كاملا من غير ضجيج. اولا النيابه العامه محامي الشعب تادبا سمت اشتراطات الفيفا اللي لازم تطبق في ملاعبنا كما تطبق في كل حته، سمتها اشتراطات النيابه علشان حتى ترفع يعني ايه مساله انهم يبقى شكلهم مش حلو اهل المحتوى. أيوة. ثانيا وهو الاهم في الكان 2019 نسخه دوليه حقيقيه، الحجز اونلاين كما كل العالم، لا دخول لتحت السن الا برفقه الاهل. أيوة. هذا يحدث في الدوريات الخمسه الكبرى. أوه. مش الكل بقى، ده انا مخصص لك الخمسه الكبرى. لا يمكن ان اولاد صغيره تاخد بعدها وتروح الملعب، فالاهلي مش عارفين دول راحوا فين. أيوة. لانه لا زال تحت امره ولي امر. هي مجموعه شروط عشان ما استفدش يعني فيها، هي مجموعه شروط تفرض لا تمنح ولا محتاجه تفكير. بالظبط كده زي ما يقول لك هنعمل لائحه اتحاد الكره فيقول لك البند الاول موافقون، لا في بنود لازم تترجم من الانجليزي والالماني والايطالي، هي نسخه واحده ما عدا الحاجات اللي فيها اعلانات خمور او كذا تمنع، والباقي الترجم هنا يبقى لائحه الكره المصريه برابطه انديه وكذا. نروح تاني للجمهور. ده اتجاه تاني. ما هي 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 هكمل كلامنا. هي نفس النسخه بعد اذن حضرتك لازم تيجي كامله للتطبيق الدوله المصريه، بس مش هينفع تخش في المحتوى فيقولوا تدخل حكومي. قدمتها بما فيها بناوير في الملعب، ملاءه ماليه تستطيع ان تجد ما تاكله ب 20 جنيه مصري تتغدى وتشرب ميه، شفنا ده بعينينا وكنت واحد من اللي يعني ربنا اكرمني واشتغلت في البطوله. اذن المطلوب ان الصحه وهناك ما يسمى لجنه مكافحه كورونا جنبا الى جنب مع اهل المحتوى بالتزامهم انهم يقدموا المشروع كامل للدوله. تمام. المستعده 100% بشركاتها، تذكرتي، استداد، زي ما انت عايز تقول قول، كل هذه الشركات الوطنيه القابضه حاضره في الميعاد. تمام.